صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهان، صباح الخير يا جمهور اهلي العظيم. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا الناس كلها بتدور عليها، مش كلها، بعض الناس اللي هي بيبقى عندها مشكله في ان هي بتزيد من الجسم من فوق وجسمها من تحت بيبقى لسه قليل، او عايزه تخس من فوق وعايزه تظبط جسمها من تحت، راجل او ست، المهم ان هو بيبقى عايز يخسس الدراعات او الكتاف. ده الطلب اللي دايما اهم حاجه قبل التمرين لازم نسخن كويس عشان ما يجيلناش اصابه. اي حاجه ممكن نسخن ماشي في المكان، مثلا جامب روب، نط الحبل مثلا، جري في المكان، على حسب لياقتي ووزني واقدر اعمل ايه. المهم ان انا ممكن اعمل مجهود ده لمده 5 دقائق او ستيب تاب، اي حركات فيها ايروبكس فيها تنفس، وحرك ايديا معايا عشان اسخن جسمي عشان ما يحصلليش اصابه. خلصت التسخين، هناخد طريقه بقى ان ازاي اقوي العضلات واحرق بيها الدهون اللي في المناطق اللي انا عايزها، زي الايد لقدام من ورا والكتاف. نبتدي مثلا لو عندي مقاومه، ودي مهمه جدا، استخدم وزن زي ازازه، اي حاجه ممكن استخدمها. لو في الجيم هيبقى وزن كده على قد اللي انا اقدر اشيله، هعمل من 15 ل 20 عده. كل ما الوزن كان سهل اعمل عدد اكبر، بس المهم ان العدد اللي هعمله مثلا العضله اللي قدام هعمل 15 عده كده، بعد كده انزل واعمل 15 عده كيك باك، ارفع كوعي لفوق واثبت كيك، وارجع تاني اعمل تاني كده 15 نفس. النفس دايما وانا بعمل انقباض للعضله، خلص 15 ارجع تاني سوبر سيت. ممكن اعمل بقى السوبر سيت دي اللي هي مره كده 15 عده، بعد كده مره كده 15 عده، اكررهم رايح جاي ورا بعض على طول مفيش راحه، من 3 مرات ل5 مرات، يعني هنكررها من 3 مجموعات ل5 مجموعات على حسب بقى لياقتي ومدى قوه العضله بتاعتي. خلصت الاكشن دي او الحركه دي، هبتدي اخد حاجه تانية بديله ليها. لو عندي حاجه زي الاستيك عشان اغير لنوع التمرين للعضله، يبقى اخد كذا تمرين ليها. نفس الكلام، اتاكد ان انا واقف على الاستيك برجلي مثلا ومن تحت رجلي، اطلع، اهم حاجه ما اطلعش بكوعي لورا، دي الاخطاء الشائعه اللي احنا بنقابلها، تعمل مشاكل في الكوع. كوعي تحت كتفي، خلصت 15 عده، هطلع كيك باك 15 عده، هعملهم ورا بعض مفيش راحه. خلصت التمرين رايح جاي 3 مرات او 5 مرات، هبتدي اعمل جري في المكان، حاجه ترفع ضربات قلبي عشان نعمل حاجه اسمها انترفل ترين، عشان تحرق دهون او اشتغل على حرق الدهون، ناخد طاقه من الدهون. خلصت التمرين ده، هناخد حركه تانية. الاول احنا عملناها كده، دي هنعملها كده، هعمل برضو 15 او 20 على حسب قوتي. كل ما بقى الوزن سهل بالنسبه لي ممكن ازود العدد او اتقل الوزن. خلصت، هرفع ايدي لفوق، كوعي فوق كتفي كده، غلط كده الصح، رجلي اللي واقف عليها ركبه سوفت، ظهري مفرود، هنزل لتحت. لو الوزن صعب مش لازم اعمل كده، اخفف الوزن احسن، اوصل للعدد اللي اقدر اعمله. زي خلص، ايديا اليمين، اطلع شمال، خلصت 15 يمين 15 شمال، هرجع تاني اعمل نفس التمرين اللي احنا عملناه. خلصت ال 15 دي، ارجع تاني ايد يمين، بعد كده ايد شمال. اهم حاجه ان كوعي كده، خدنا تمرينتين للعضله اللي قدام والعضله اللي ورا. هناخد تمرينه كمان، ودي بنسميها الارتكاز. هثبت كوعي تحت مش عند كوعي فوق، ما اخليش الارتكاز بتاعي كوعي، لا هنزل خلصت الايد دي، خش الايد التانية تاني، كوعي تحت مش فوق،
كده انا خدت العضله اللي قدام، هاخد معاها حركه للعضله اللي ورا 15 يمين 15 شمال، نام على ظهري، كوعي فوق كتفي. الحاجات دي مهمه جدا عشان ما يجيليش اصابه، يبقى انا بمرن العضله مش بدور المفصل. اخد الاثنين مع بعض تحت، نفس فوق. دايما بطلع النفس وانا بعمل انقباض للعضله عشان ازود الاكسجين في جسمي عشان اعلي الحرق بتاعي. خلصت ايديا اليمين وايديا الشمال وايديا الاثنين كده، احنا خدنا ثلاث حركات لكل عضله من العضلات الصغيره دي. عايزين نزود، هنعمل نفس الاكشن بس دي، بس هنعملها تبادل يمين وشمال كده. يبقى انا بظبط ايديا الاثنين. طيب خلصت التمرين ده، عايز اعمل تمرين يكون للترايسبس بس من غير ما امسك وزن، ويكون بالاستيك بتاعي. عادي جدا ان انا اعمله لو مفيش استيك حتى، يبقى استخدم حاجه زي البوش ابس، ده البوزيشن بتاعها للترايسبس. في فرق بين البوش ابس للشست والبوش ابس للترايسبس. الترايسبس لازم اضم ايدي وانزل عند الشست زي نبين الحركه اكتر. وانا خدت بايسبس تبادل مع ترايسبس بوش ابس كده. لو انا وزني تقيل، لو انا استحمل اشيل جسمي كله، هرجع تاني اعمل تبادل. هاخدهم كل واحده ثلاث مرات ورا بعض، تراي باي تراي باي. خلصت تراي والباي، ودي اهم حاجه بالنسبه لي عشان اخسس ذراعي. هاخد الكتف معايا 15، بعديها 15. هكرر كل حاجة زي ما اتفقنا، مع حركة كده وحركة كده، وارجع تاني وراها تاني 15 في 3 أو 15 في 5. أهم من التمرين اللي احنا عملناه، أعمل استرتش عشان ما يجيليش إصابة. ده للكتف، الكتف التاني، ترايسبس. دايما الاسترتش او الاطاله بتبقى عكس عمل العضله. رجع تاني كده الترايسبس، ده البايسبس. مده الاطاله او الاسترتش 20 ثانيه ل 30 ثانيه، يعني اثبت كده من 20 ثانيه ل 30 ثانيه. وكده يكون خلصنا مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.